هذا التضخم أدى إلى تضيق في مجرى الدم الخارج من البطين الأيسر أو الخارج من القلب إلى الجسم. عادة بكون في المنتصف، ممكن ينتشر. غرفة العمليات الهجينة التي تشمل وتحتوي على غرفة عمليات تقليدية إضافة للغرفة التي تحتوي على الأجهزة الأشعة السينية. السيدات اللي عندهم تكيس المبايض هم عرضة لتصلب الشرايين. لابسة الإبرن، هذا الزي الواقي من الأشعة داخل غرف عمليات قسطرة القلب. القسطرة التشخيصية في معظم الأحيان ما بتاخذ أكثر من نصف ساعة، لكنه في أحيانا بتكون في صعوبة إذا كان في تعرج بالشرايين، إذا كان في تكلس بالشرايين.